أحبة المشاهدين اليوم جولة جديدة لبرنامج شهر العسل، وراح تكون مع جمعية التعاون الخيرية. هذه الجمعية اليوم اللي هدفها ونشاطها أنه اصطحبوا وياها مجموعة من الأيتام لشراء الملابس وأطعامهم وقت الإفطار، فخليكم ويانا. جمعية التعاون الخيرية وفريق بناة العراق بداخلها يحاول يساعد الطبقات المحرومة كل شرائحها، أيتام، أرامل، محتاجين عموما. الناس اللي بدت الفكرة بأنه الجمعية تساعد الناس المنكوبة أولا، الناس المتضررة من الفيضانات، الناس المتضررة النازحين، الناس المحرومة من أقل الاحتياجات. نحاول نوفر بالدرجة الأولى شيء كريم لهم، نحاول نوفر لهم سكن لائق. اليوم نشاطنا كان مجموعة من الأيتام، نحاول نوفر لهم البسمة والفرحة بالدرجة الأولى. أخذناهم للألعاب، رفهناهم شوية، وبعدين جبناهم للملابس، اختاروا الملابس اللي تعجبهم، الشيء اللي يروق لهم يعني. وهسه حاليا بعدها عندنا وجبة إفطار لهم، وبالإضافة شامل الموضوع على النقل. المشاهدين الان مستمرين بهاي الجوله اكيد، وطبعا نستقبل احد الاطفال الموجودين اللي اسمها رقيه. لو رقيه شلونك؟ سلام. انت رقيه ايش؟ ها؟ رقيه شنو؟ رقيه على السلع. رقيه، اليوم الجمعيه وهاي الحمله ايش سووا لكم؟ شنو الجولات اللي رحتوا بيها؟ اشترونا هدوم، اشترونا حذاء، اشترونا جراب، وراح يوكلونا يودونا. حلو. وبعد الان انتوا قاعدين هنا ايش تنتظرون؟ اكل الافطار. الافطار. تبيا صف رقيه؟ لا. نجحتي؟ اي. ان شاء الله. شو تحبين تقولين العمو طبعا كلهم الموجودين بهاي الحمله، شو تحبين تقولين؟ شكرا تقولينهم؟ قول لهم شكرا. شكرا. يعني أنا متطوع فريق بناة العراق اللي تابع جمعية التعاون الخيرية. طبعا فريقنا يعني مستقل، ما تابع لأي جهة أو هذا، تموين ذاتي، نعتمد على التبرعات وبالإضافة الأسواق الخيرية اللي الفريق ينظمها. نشاطات الفريق الأساسية اللي هو أساسي يعني النشاط الأساسي الفريق هو تسقيف دور الفقراء والأيتام، وحملات مساعدات نازحين عندنا، حملات طبية، وهسه خلال شهر رمضان نشاطاتنا هي حملات افطار وكسوه يعني عيديه للاطفال. ومثل ما شفتوا اليوم شنو خلال هاي الفتره قدرنا يعني نساعد الايتام بناء بيوت، ساعدنا النازحين بعمليات شو اسمه بوخيم كيلو 18 بالانبار صلاح الدين. خلال هاي الفتره ساعدنا اكثر من 12,000 نازح. والله صراحه كان هدفنا ان احنا نشتري ملابس للايتام، اشترينا ملابس مال عيد، فرحناهم هذا اليوم. قبل كان عندنا عمليات يعني شو اسمه مال افطار، نفطر امين الايتام، نجيبهم مطاعم نفطرهم. اندفاعي انه الرغبه بالتغيير، يعني انه كل واحد يقول انا شعلي وقاعد وساكت مثلا وشوف وضعيه البلد، كل واحد يقدر يغير من يعني يقدم الشيء اللي هو اللي يقدر عليه. انا شفت يعني نفسي الشيء اللي اقدر اقدمه انه من خلال الفرق التطوعيه اقدر اقدم واساعد، واقدر هذا الشيء يعني مردوده الي انه راحت خلينا نقول انه ترتاح وتقدم شيء.
أحبت المشاهدين إلى هنا تنتهي جولتنا، نلتقيكم بجولات أخرى على الصحة والخير والبركة، إلى اللقاء. شهر العبادة والأمل هو للرجاء شهر عسل، شهر العبادة والأمل. شكرا للزميل ظفر علي على اعداده لهذا التقرير اللي كان حول الزميل. واعتقد الرجل هو الزميل. لقيت الزميله؟ لا الزميل. عيده يا زميل. شكرا للزميل ظفر علي على اعداده لهذا التقرير اللي كان حول الجمعيه التعاون الانسانيه اللي شاهدنا بالتقرير لكيف انه تدفعون الايتام. اتوقع انه ماده افطار كانت وشراء ملابس. هي من ضمن خطط رمضان مثل ما اللي كان بدايه الحوار أيه. اللي كان هذه 31 يتيم متوفيه من مناطق متعدده يجيبوهم مندوبين من هذه المناطق. هنا كانت الخطه انه ترفيه الاطفال مول منصور العاب من ثم شراء ملابس كسوه العيد وبعدين ماده افطار. مثل ما شفت بالتقرير هنا اكو فد لطيفه كانت بال المبلغ المخصص لكل يتيم بالذات هو جاي يسولف عن هالموضوع. كان مبلغ مخصص استاذ حازم لكل يتيم، واحنا بدنا نشتري ملابس اجى شخص من اللي في لون الخير فشاف القضيه، تعرف احنا لوجو مالتنا هاي، فقال دسوا انتم من انا هاي ايتام بدنا نشتري الملابس ايه عن طريق التبرعات وهاي السؤال. قال ايش قد محددين لهم مبلغ؟ قلنا له كذا مبلغ، يمكن يشتري قطعتين او قطعتين وشوي كلهم غيره. لا بالتاكيد كلهم بالتاكيد الله يقدم ما بالخير ان شاء الله للايتام وعن طريق جهودكم المباركه بالتاكيد.